حياكم الله جميعا. بإذن الله راح نتكلم عن النقطة الثالثة اللي هي تتكلم عن استخدام فور وسنس مع الباست بيرفكت. زي ما تعودنا دائما الباست بيرفكت يكون عندك حدثين، واحد صار اللي هو صار في الثاني وواحد صار الأول، يعني في الزمن صار الأول. الزمن الأول هذا هو اللي يأخذ الباست بيرفكت زي ما قلنا، يعني الحدث اللي يصير قبل الثاني، عشان توضح يعني الحدث اللي يصير قبل الثاني هو ياخذ الباست بيرفكت، والحدث الثاني زي ما قلنا اللي هو السمبل باست غالبا بيكون. ممتاز، خلنا نقرا حبه حبه ونفهم الوضع. يقول لك هنا the past perfect can be used with for and since to express the duration of a state before a specific reference time in the past. A limited number of action verbs can also be used here. طيب هنا يقصد انه انت عندك حدثين. ممتاز، زي ما نعرف حدثين، الحدث الأول استمر إلى الحدث الثاني. نلاحظ الفرق بينه وبين present perfect. present perfect يعني يقول لك إنه الحدث هذا يصير في الماضي ويستمر إلى الحاضر، تمام؟ يستمر إلى now، لكن هنا فرق، هنا يستمر إلى نقطة أخرى في الماضي. يعني زي ما نعرف عندنا حدثين، الحدث الأول يأخذ past perfect، الحدث الثاني يأخذ simple past. الحدث الأول يستمر إلى الحدث الثاني، لكن ما يوصل، لا يعني مستحيل إنه يوصل للمضارع. إذا وصل للمضارع معناته بيكون present perfect. فخذ بالك إنه لازم يكون موقف عند الحدث الثاني. زي أنت ما تشوف الرسم هنا، عندك هنا حدث specific starting time duration and specific past reference time، معناته هنا إنه كان في مدة إلى نقطة أخرى من الماضي اللي هي specific past reference time. شايفين كيف؟ نحط لك هي نقطتين، النقطة هذه استمرت إلى النقطة الثانية. إن شاء الله تكون واضحة. طيب نبدأ بالأمثلة حبة حبة. يقول لك هنا خالد had هنا أنت بقول تلخبطون فيها، ممكن تسبب مشاكل بالمعنى، لكن had a headache for 3 hours before he took a painkiller. طيب يقول لك هنا خالد اللي هو subject had لا تلخبطينا، had الأولى اللي هي had حق الverb be. ممتاز، زي ما تعودنا اللي هي حق الباست بيرفكت. الهاد الثانية اللي هي حق التصريف الثالث من كلمة have. هذه مهمة انكم تعرفونها، لأنها قد يعني يجيبونها في الاختبار زي كذا، فضروري انك تعرف هذا الشيء، انه اذا جاب لك had معناته واحدة اللي هو الverb be، واحد المين verb. المين فيرب زي ما قلنا تجيب التصريف الثالث، وهذا التصريف الثالث لها أو التصريف الثالث لهاف. ممتاز، طيب خلينا نكمل الجملة عشان تكون واضحة. خالد had a headache for 3 hours before he took a painkiller، معناته إنه خالد كان عنده صداع لثلاث ساعات قبل ما يأخذ اللي هو المسكن. فأنت تعرف أنه هنا كان عنده صداع استمر 3 ساعات، لكن هذا كله صار قبل ما يأخذ اللي هو البين كيلر اللي هو المسكن. ممتاز، فتعرف أنه هنا حدث رقم 2 اللي هو لما أخذ المسكن، والحدث الأول اللي هو لما كان عنده صداع. فألاحظ أنه يقول لك for 3 hours، معناته أنه استمر لمدة 3 ساعات، لكن هذه المدة استمرت وتوقفت عند اللحظة اللي أخذ فيها البين كيلر اللي هو البينكلر اللي هو المسكن. فهنا هذا هو البينكلر، هنا صار انه اخذ البينكلر عشان بس تكون واضحة. ممتاز، والصداع صار في المنطقة هذه. جميل، الصداع صار في المنطقة هذه بعدين لما اخذ البينكلر خلص اللي هو الحدث الاول. ممتاز، طيب مثال ثاني يقول لك هنا للأسف ما اعرف اقرا هذا الاسم، فخلنا نفترض انه علي. ممتاز، علي had worked for Aramco for 2 years before he got a promotion. فهنا يقول لك انه علي اشتغل في Aramco لسنتين قبل ما يحصل على اللي هو الترقية. فهنا تعرف انه الشيء اللي صار اول اللي هو شغل علي لسنتين، والشيء اللي صار بعده اللي هو انه هو حصل على الترقية، he got a promotion. فهنا حدث رقم 2 اللي هو انه حصل على الترقية، الحدث الاول انه او الحدث المستمر اللي صار في الاول انه اشتغل لسنتين.
فنعرف أن الحدث الأول اللي صار قبل الثاني يكون الباست بيرفكت. ممتاز. طيب الباست بيرفكت الحدث الثاني زي ما نعرف يكون السمبل باست زي ما هو موجود هنا he got. تمام. عندك هنا شيء أخير يقول لك هنا في المثال هذا ياسر knew English very well when he began the program last year. He had studied this language since he was in elementary school. فتعرف إنه هنا he has studied this language since he was in elementary school. معناته إنه كان في elementary school. إنه كان يدرسها. في نفس الوقت كان هو في elementary school. ممكن هذا المثال شوية لخبط لكن أفهم إنه هو كان في elementary school. هذا المثال الأول. هذا هو الحدث المثال الأول اللي هو يتكلم عن الحدث الثاني اللي هو كان في المنتري سكول. وقبله هذا صار إنه هو يدرس اللي هذه اللغة اللي هي الإنجليزية. فتعرف إنه هنا صار عندك مدة. ممتاز. صار عندك مدة وعندك هنا إنه درس أو كان يعني في الإلمنتري سكول. هذا قد يكون أكثر مثال مش واضح لكن مع إذا قريته أكثر من مرة راح تعرف إنه يقصد إنه هو درس. ممتاز. درس من نقطة معينة من يوم ما كان اللي هو elementary school أو أنا قلت high school أكثر من لكن elementary school. ممتاز. إن شاء الله يكون واضح وإن ما كان واضح خاصة هذا المثال بإمكانك التواصل معي إن شاء الله يكون واضح. طيب هنا آخر شيء يعني لازم نعرفه في هذا المقطع يقول لك in the last two examples في المثال الماضي the action verbs work and study can also be used in the past perfect progressive with no difference in meaning. لتتذكرون في اللي هو ال present perfect أخذنا قاعدة مشابهة لهذا الشيء. يقول لك هنا إنه في بعض الكلمات اللي تتحدث عن المدة تتحدث إنه هذا الشيء قاعد يصير مثلاً باستمرار أو يصير بشكل مكرر زي work, live, teach, study, smoke, wear glasses, play chess, go to school. هذه اللي تصير دائما بتكرار زي كذا ممكن انك تستخدمها مع البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت بروجريسيف مع يعني تقريبا راح يكون نفس المعنى. هنا يقول لك نفس الشغله. ممتاز. هنا يقول لك انه تقدر تستخدم كلمه ورك او ستدي مع الباست بيرفكت بروجريسيف في نفس المعنى. ايش هو الباست بيرفكت بروجريسيف عشان يكون واضح معنا؟ نفس البريزنت بيرفكت بروجريسيف اللي هو تستخدم هاد. ليش تستخدمنا هاد هنا؟ عشان الباست بعدين تحط بين بعدين تحط الفعل مع ing. ممتاز. الفيرب مع ing نفس فكرة اللي هي ال present perfect progressive لكن بدأ have و has حطينا had. خلنا نقرأ هنا. يقول لك هنا نقول علي عشان كنا سألنا يعني علي had worked for Aramco for 2 years before he got a promotion. علي had been working for Aramco for 2 years before he got promotion. فهنا لو تلاحظ معناها بالأساس يعني لو تأخذها بالمعنى ثنتينهم الجملتين هذه لو تأخذها بالمعنى راح تلاحظ إنه في النهاية هو اشتغل لمدة. فيمكنك هنا تستخدم ال present اللي هو ال past perfect progressive يمكنك تستخدمها مع ال past perfect فراح تعطي نفس المعنى. ممتاز. نفس ما تعرف اللي هو نفس المثال اللي أخذناه هنا الحدث الأول هنا الحدث الثاني. الحدث الأول اللي أخذ ال past perfect الحدث الثاني أخذ simple past. نفس الفكرة هنا مع studying. نفس هنا الفكرة مع الأمثلة الثانية اللي أخذناها زي smoke, play. فهنا تلاحظ the patient had smoked for 20 years by the time he died. إنه هو مات. ممتاز. إنه هو توفى أو مات. هذا الحدث اللي صار بعدين اللي صار الثاني. والحدث الأول إنه كان يدخن لمدة 20 سنة. فهنا إذا خليتها بال past perfect progressive راح يعطيك نفس المعنى. إنه في النهاية هو يعني استمر في التدخين لمدة معينة بعدين توقف إلى أن مات. طبعا إلى أن مات هذا يعتبر اللي هو الحدث الثاني. الحدث الأول زي ما نعرف يأخذ الباست بيرفكت أو الباست بيرفكت بروجريسيف. نفس الشيء مع played و had been playing. أنا ودي إنك تقرأها بنفسك عشان تعرف يعني إيش المقصد هذا وإذا عرفتها من نفسك بيكون أفضل بكثير. هي يعني تقريبا سهلة يعني ما يحتاج إنك يعني توتر نفسك كثير. فأعرف إنه هذا الحدث الأول هذا الحدث الثاني إنه بإمكانك تستخدمها مع الباست بيرفكت بروجريسيف أو الباست بيرفكت لكن لازم تكون في يعني قلتهم في حيطة إنه هذه الأفعال تستخدم على إنها مثلاً شيء كان يصير باستمرار زي كلمة ستدي إنه الشخص يدرس أكيد باستمرار. الشغل نفس الشيء. التدخين اللعب مثلاً لعب في فريق معين
الى يعني الافعال اللي زي كذا يعني، واخذنا عليها امثله قبل، فلو ترجع لها يكون شيء ممتاز. هذه هي الجزئيه في المقطع هذا، جزئيتين اخذناها، ان شاء الله تكون واضحه. ما ادري اذا فهمتوا هذا المثال، لكن اذا فهمته اوكي، اذا ما فهمته يمكنك تتواصل معي تواصل خاص موجود في الوصف، الله يسعدكم. وتكمل اخر جزء باذن الله راح يكون جزء بسيط في الفيديو القادم. يعطيكم العافيه.